مزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير بعد التحية، يعني كوبا تلحق بركاب الدول المنضمة لدعاوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية، يعني قراءتك لانضمام كوبا في هذا المسار وزيادة عدد الدول المنضوية تحت هذه الدعوة؟ لا شك انضمام كوبا هو يعد إضافة إلى الرصيد التراكمي من جانب الدول التي توجهت إلى محكمة العدل الدولية وإلى الدول التي دعمت هذا التوجه والتي بدأت تجاوزت ربما عدد 60 دولة. لا شك أن هذا الانضمام هو خطوة إيجابية وبناءة تعزز وتؤكد وترسخ الاتهام الموجه إلى إسرائيل باعتبارها دولة تمارس الإبادة الجماعية، والتي من الواضح من المؤكد أن هناك من الأدلة والثوابت التي تؤكد على ارتكاب إسرائيل هذه الجريمة. ولا شك أيضا في بالمقارنة أيضا بأن إسرائيل تحاكم قادتها في أمام محكمة الجنائية الدولية. إسرائيل تحاكم أمام محكمة العدل الدولية وقادتها يحاكمون أيضا أمام المحكمة الجنائية الدولية. لا شك أن هذا الأمر يعكس مواقف دول ومنظمات إقليمية ودولية عديدة، فضلا عن شعوب كثير من دول العالم تتجه نحو هذا التوجه وتؤيده وتدفعه بقوة. طب يعني أعتقد أن يتزداد الموقف الإسرائيلي تأزما وتزداد الاتهامات المؤكدة ضد إسرائيل في هذا الصدد، سواء أمام محكمة العدل الدولية أو أمام المحكمة الجنائية الدولية. طب إلى أي مدى يمثل هذا الاتجاه ضغط على إسرائيل، وكيف تنظر الدولة الإسرائيلية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بالتأكيد كيف ينظر إلى مثل هذه الدعوة أو كيف يتعامل معها بالأحرى؟ للأسف الشديد إسرائيل دولة مارقة لا تحترم القوانين والمواثيق الدولية والقرارات الدولية والشرعية الدولية، وهذا أمر واضح حتى فيما يتعلق مؤخرا بموضوع معبر رفح تحكمه قوانين واتفاقات دولية من اتفاقية 2005. إسرائيل تتحدث في هذا الصدد بمنطق القوة، ومنطق القوة هو منطق غير شرعي ويخالف المواثيق والاتفاقات الدولية ويعد خروجا عنها، وبالتالي هذا الموقف هو إضافة للموقف الإسرائيلي الذي يعزز الاتهام بأنها دولة مارقة، بل أيضا يعزز أن إسرائيل إذا كانت تتهم حماس بأنها منظمة إرهابية فللأسف الشديد إسرائيل تمارس إرهاب الدولة، ومن هنا فيبدو الموقف الإسرائيلي المتأزم سواء سياسيا أو قانونيا أو في وضعها في المحيط الإقليمي أو الدولي بالانعزال وبالنبذ تقريبا بكونها تمارس مثل هذه الممارسات المخالفة للشرعية الدولية وللقوانين والمواثيق الدولية، وبالتالي هذه الاتهامات وانضمام دول أخرى داعمة للموقف جنوب أفريقيا وسواء كانت كوبا أو غيرها يعد يعني تأكيدا وتكريسا للاتهام الموجه إلى إسرائيل. بالتأكيد هذا يضاف إلى حالة السخط الموجودة في الشارع الغربي بالتأكيد تجاه الممارسات الإسرائيلية. سيادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك.